اهلا وسهلا بيكم في الفيديو ده. هنشوف الغرزة دي، هي غرزة لازم تعتمدي على الباترون طبعا. فيها عشان نعملها بنعمل عدد من الغرز مضاعفات 10، 20، 30، 40، زي ما انت عايزة المساحة اللي انت عايزاها او المقاس اللي عايزاه، وتزودي غرزتين. الغرزتين دول بتبقى غرزة عدلة في الاول وغرزة عدلة في الاخر، ملهمش دعوة بباترون الغرزة. يعني مترون الغرز ده بيتكون من 10 تكرار ل10 غرز، خلاص، وبتتعمل على 10 أسطر. أنا دي عاملاها في العينة دي مكرراها بس على 10 أسطر، وهكرر معاكم بقى من 1 ل10. نكررها تاني مع بعض، خلاص. هنشوف مع بعض سطر بسطر. هنبدأ يعني انتي عشان تبتديها اعملي عدد مضاعفات 10 وزود عليهم 2، وهنبدأ مع بعض السطر الأول. دايما السطر الأسطر الفردية هي اللي فيها الغرزة، الأسطر الزوجية هتبقى كلها من الخلف كلها بالغرزة المقلوبة، خلاص. والأسطر الفردية هتبقى هي اللي فيها الغرزة، هي اللي فيها الشغل. يعني الأسطر الزوجية مش هعملها مع بعض، هيبقى كل الغرز مقلوبة. هنبدأ مع بعض السطر الأول والثالث والخامس والسابع، ونشوف مع بعض التاسع والعاشر، هيبقى برضو بالغرزة المقلوبة. فهنشوف مع بعض نبدأ السطر الأول. بسم الله الرحمن الرحيم يا جماعة، نبدأ السطر الأول. هنعمل دايما زي ما قلنا، أول غرزة غرزة عدلة ملهاش دعوة بتكرار الباترون، ال10 غرز هما اللي بعد كده هما اللي فيهم تكرار الغرزة. بنعمل أول حاجة لفة، نطلع الخيط لفوق عشان الغرز اللي بعد كده عدلة. 3 غرز دي، 1 2 3، يبقى عملنا لفة وثلاث غرز عدلة. وبعدين نسلت الغرزة دي، وبعدين ناخد الغرزتين دول مع بعض نشتغلهم مع بعض عدل، وبعدين نقلب المسلوتة اللي خدناها في الأول عليهم بالطريقة دي، وبعدين نشتغل 3 عدلين. ثلاثة وبعدين لفة، وبعدين هنشتغل واحدة مقلوبة، وعشان هنشتغلها مقلوبة بنلف كمان لفة خيط لفوق. خدوا بالكم من الحتة دي، غرزة مقلوبة خلاص. خلص كده، بنكرر تاني الغرز دي من أول، نكررها تاني. بنعمل لفة لفة، واللي جاي 3 عدلين، وعشان اللي جايين عدلين فبنخلي الخيط لفوق، فكده هتتعمل معانا لفة اهي، غرزة عدلة، التانية، التالتة. احنا بنكرر كده اللي عملنا هنا، 3 غرز عدلين، نسلت واحدة، ناخد 2 مع بعض عدل بالطريقة دي، نقلب المسلوتة على الاتنين اللي خدناهم مع بعض خلاص. وبعدين بعد كده 3 عدلين، احنا كده بنكرر الباترون. 3 عدلين، لفة لفوق، وبعدين واحدة مقلوبة، فعشان كده نلف الخيط كمان لفة. خدوا بالكم من الحتة دي، لفتين يعني، واحدة مقلوبة، وبعدين آخر غرزة ننزل الخيط عشان نعملها عدلة. دي غرز الحواف كده، غرزة واحدة عدلة في الأول وغرزة واحدة عدلة في البداية. ده أول سطر. تاني سطر هنشتغله مقلوب، هنشتغله من الظهر كل الغرز مقلوبة أهي. السطر التاني اللي هي الأسطر الزوجية هتبقى كلها بالغرزة المقلوبة أهي. هخلصه عشان أجي أعمل معاكم السطر التالت. لازم كل الغرز يبقوا 22، عاملة العينة دي 22، لازم تعدوها كل سطر ان هي 22 ما زادتش ولا نقصت. في نهاية كل سطر لازم يبقى عندنا 22. خلص السطر التاني ده بالغرزة المقلوبة، وشوف التاني. السطر التاني من الظهر بالغرزة المقلوبة كلهم، وتأكدت ان هما 22 غرزة معايا اللي ابتديت بيهم، هعمل السطر التالت. السطر التالت بنبدأ طبعا اول غرزة زي ما قلت عدلة ملهاش دعوة بتكرار الباترون، اخر غرزة عدلة. وهنبدأ الباترون بواحدة عدلة، لا اسفة، هنبدأ الباترون بغرزة مقلوبة اهي،
وبعدين لفة واتنين عدلين، بدل ما هنشتغل بعد كده اتنين عدلين ونخلي الخيط لفوق، فهيبقى كده تعتبر لفة اهي. اتنين عدلين وصلت واحدة، اشتغل اتنين مع بعض، نقلب المسلوطة على الاتنين على الغرزة اللي هي طلعت من ناتج الاتنين مع بعض، خلاص. بعد كده اشتغل اتنين عدلين مع بعض، اشتغل اتنين عدلين، اسفة، اشتغل اتنين عدلين ولفة، وبعدين اتنين مقلوبين، مادام اللي جايين اتنين مقلوبين بلف كمان لفة، اتنين مقلوبين، وكرر اللي عملته تاني. هو الغرزة المقلوبة، غرزة مقلوبة، لفة لفة، وبعدين اتنين عدلين، اخلي الخيط لفوق، هتحصل معايا لفة، اتنين مقلوبين، وصلت واحدة، خد الاتنين دول عدلين، اوسعهم كده اذا كانوا حاسة ان هما ضيقين، اتنين مع بعض عدل، واقلب للسلاتة عليهم كده. خلاص بعد كده اتنين عدلين. انا هكتب لكم البطرون، خطوات البطرون الغرز، اتنين عدلين، وبعدين لفة، وبعدين لفة لفوق كمان عشان هاخد اتنين مقلوبين، وبعدين اخر واحدة عدلة. ده السطر، ده السطر التالت. هعمل الرابع مقلوب من ورا، من الخلف كل الغرز مقلوبة، وهنشوف بعد كده الخامس. هنشتغل بقى يا جماعة السطر الخامس. السطر الخامس هنبتدي بغرزة عدلة طبعا زي ما قلنا، ملهاش دعوة تكرار البطرون، وبعدين اتنين مقلوبين، طلع الخيط عشان اعمل اتنين مقلوبين، بعد كده لفة لفوق، هو الخيط لفوق عشان هعمل عدل، هيتم معايا لفة، هعمل واحدة عدلة بقى، واحدة عدلة، اتنين مقلوبين، لفة، واحدة عدلة، أسلت الخيط كده، اشتغل اتنين عدلين مع بعض، وقلبتي عليهم. خلاص بعدين واحدة عدلة، بعدين لفة، بعدين تلاتة مقلوبين، اطلع الخيط لمرة كمان لفوق عشان اشتغل التلاتة العدلين، واحد اتنين تلاتة. اكرر اللي عملته تاني، اني اعمل اتنين مقلوبين، لفة، واحدة عدلة، اسلك دي، بعدين اشتغل اتنين عدلين مع بعض، اتنين عدل مع بعض، اقلب اللي سلكتها على اللي اشتغلناهم مع بعض، بعدين واحدة عدلة، بعدين لفة، بعدين اتنين مقلوبين، لفة، وبعدين اتنين مقلوبين، اعمل تاني لفة لفوق عشان اخد المقلوبين، مش اتنين مقلوبين، تلاتة مقلوبين، في الاول اتنين مقلوبين، وفي الاخر تلاتة مقلوبين، اخر الصف تلاتة مقلوبين، واخر واحدة اشتغلها عدلة. ده السطر الخامس. اشتغل السطر السادس من ناحية الظهر مقلوب، واجي معاكم في السابع. السطر السادس من الظهر عملته كله مقلوب، وتأكدت ان هما 22 غرزة، وهعمل السابع معاكم. نبدأ اول غرزة عدلة، خلاص عرفنا. وبعدين نشتغل ثلاثة مقلوبين، ده بداية البطرون معانا، ثلاثة مقلوبين اللي هنكرره، ثلاثة مقلوبين. طيب بعد كده لفة، لفة، خلاص لفة، وهسلت دي، هسيب الخيط لفوق كده، هيتعمل معايا لفة اهي كده، وبعدين اخد الاتنين دول مع بعض بالطريقة دي، واشتغل عدل، اتنين مع بعض عدل، اسلت، اخد المسلوطة فوقيهم، اعديها فوقيهم، بعدين بعد كده اعمل لفة واربعة مقلوبين، والف كمان عشان اعمل اربعة المقلوبين،
لفة خيط واربعة مقلوبين. خلاص كده خلص البطرون، بكرره تاني. هبدأ بثلاثة مقلوبين، لفة واسلت، واخد اتنين مع بعض. خلي الخيط لفوق، هيحصل معايا اللف عشان هشتغل عدل بعد كده. باخد دي كده واشتغل دول كده مع بعض، من هدل معاهم. باخد المسلوطة فوقيهم، وبعدين ألف خيط لفوق عشان أشتغل مقلوب. بلف كمان مرة لفوق وأشتغل أربعة مقلوبين. البطرون بيتكرر معايا كده لغاية آخر السطر، وآخر غرزة بشتغلها على طول عدل. ده السطر السابع، هشتغل الثامن من ناحية الظهر مقلوب. السطر الثامن من الظهر مقلوب، وهاجي التاسع بقى. التاسع مفهوش برضه، خلاص التاسع برضه مقلوب، والعاشر مقلوب. وكده خلصنا البطرون، نبدأه من 1 لـ10. تتكرر معايا الغرزة، اشتغل السطر التاسع ده مقلوب من وش الشغل بس مقلوب. اشتغل مقلوب كله، التاسع والعاشر من الظهر هشتغله مقلوب. كده الغرزة خلصت من 1 لـ10. بنكررها من 1 لـ10 وهكذا. التاسع من الوش هشتغله مقلوب، العاشر من الظهر هشتغله مقلوب، وابدأ من السطر الأول أعمل بطرون الغرزة تاني. خلص التاسع والعاشر، خلصت أهو التاسع من الوش. اهم حاجه في الغرزه دي اخد بالي على الغرز ما يزيدش ولا يقل، عشان في لفات كتير. هشتغل العاشر برضو من الظهر مقلوب واوريكم الشغل. بس السطر العاشر كمان من الظهر مقلوب يا جماعه، ده تكرار بقى. عملت الغرزه معاكو من السطر الاول، من هنا للسطر العاشر. انا كنت شغله الجزء ده من اول العاشر، وكررته تاني من 1 لـ10. بتقعدوا تكرروا 1 لـ10، تطلع لكم شكل الغرزة كده. ده تكرر الغرزة مرتين. مش عارفة فهمتوا معايا الشرح، يا رب تكونوا فهمتوا. في صديقة للقناة طلبت مني الغرزة دي، وانا بهديها لها مخصوص لان هي طلبتها مني. انا قلت لها هعملها لك في اقرب وقت، يا رب تكون فهمتها كمان معايا. اهم حاجة بعد ما تعملوا كل سطر تأكدوا ان الغرز ثابتة، ما زادتش ولا قلت. تاخدوا بالكم من اللفات، بالذات اللفات لما بيكون بعدها غرز مقلوبة، تاخدوا بالكم، او غرزة عدلة، تاخدوا بالكم من اللفات. ده شكل الغرزة، تكررها مرتين من 1 لـ10، وبعدين من 1 لـ10 تاني. يا رب تكون واضحة معاكم وفهمتوا معايا شرحي. واي سؤال انا على استعداد، سيبوه في التعليقات هرد عليكم في اقرب وقت. واي طلبات واي غرز عايزينها في التريكو او كروشيه او اي اشغال يدويه، انا على استعداد. ومع السلامه، فيديو تاني.